لفريق كرة القدم. اكيد التجديد يعني. تجديد طبعا يعني رامي ربيعة، يعني رامي رجولة بيحقق بطولات مع النادي الأهلي، ابن النادي الأهلي، بيجدد لمدة موسمين، والنادي الأهلي أعلن بشكل رسمي التجديد. رامي ربيعة فارس عنده 5 دوري أبطال أفريقيا. ده حقيقي. وانا عايز اقول حاجه يا جماعه، يمكن احيانا نتكلم عن كفاءه رامي ربيعه الفنيه اللي هي بحكم السن طبيعي اللاعب بيدي النادي الاهلي وبيؤدي، ولكن اكيد في تغير في المستوى بحكم السن. ولكن في حاجه مهمه جدا، مش كل اللاعبين انت محتاجهم يلعبوا طول الوقت 90 دقيقه وكل المباريات. ومفيش فريق يا جماعه قائم في فلسفته وفي وضع عمود الفريق او في وضع ادواتك كفريق ان انا عندي كل اللاعبين بيلعبوا كل المباريات، ده مش حقيقي. احيانا بتدور كمان على اللاعب اللي عارف ان هو لما يتواجد هيحاول يدي كل اللي عنده. ونقطه كمان مهمه، اللي هو موجود معاك مقتنع يا اسامه ان في المرحله دي بخبراته وبكونه بقى اصبح من كباتن الفريق وبشخصيته ان انا مش عارف بالضروره هلعب 90 دقيقه ودوري طول الوقت ايه بالظبط، وانا موجود بره بتعامل ازاي وبدي الفريق مشاعر عامله ازاي وبدي الفريق روح عامله ازاي واهدافي ايه. والنوعيه دي من اللاعبين يا جماعه لا، لازم تكون انت شايف ان هي تقدر تضيف لك وتقدر تكون موجوده. مش شرط زي ما اسامه قال ان انا قناعتي ان انا العب ال 90 دقيقه ولو ما لعبتش هعمل مشكله. وده الامانه موجوده في رامي ربيعه، وكانت موجوده في لاعبين كتير جدا. يمكن على قد ما ايمن اشرف الموسم ده ما شاركش، على قد برضه ما كانش فيه صخب حوالين عدم مشاركته، نموذج ما كانش فيه كلام في اعلام، ما كانش فيه مداخله، ما كانش فيه ما كانش فيه صحفي زميله يصدر مشكله لمدير فني، ولا حاجة. سؤال لمدير فني مستفز طول الموسم. الحقيقه كان التعامل من ايمن اشرف حتى رد الفعل بعد كلام كولر ده بقى انا حسبته جدا لايمن اشرف، لان بان يا اسامه من الكلام ان ربما خلاص، يعني بان من طريقه كلام كولر ان بالزبط. ربما خلاص. فاحيانا انت بتفكر خلاص فطلع اللي جوايا، ولا خلاص انا عندي الاهلي بعد كده وعندي فكره ان انا النهارده موجود في الاهلي لاعب، بكره موجود بره الاهلي، بعده ممكن ارجع الاهلي، بعده حتى بعد كره القدم ممكن ارجع الاهلي في منصب تاني. كل دي امور للامانه تحسب لايمن اشرف. عاد للتدريبات ايمن اشرف بعد الاجازه وانضم للفريق، وشفنا ايمن اشرف في لقطات كتيره جدا وقت التسليم والميداليات والكؤوس بيحتفل كانه بالظبط كان متواجد في ارض الملعب. ايمن اشرف بالنسبه لي نموذج حقيقي للاعب بهويه وسمات النادي الاهلي، وبيتقدم له الشكر طول الوقت. والحقيقه جماهير النادي الاهلي عملت ملحمه الاسبوع الماضي في دعم ومحبه ايمن اشرف، اتضح فيها ان انت لما تكون فعلا بهويه النادي الاهلي صدقني والله هتلاقي ناس كتير جدا بتقدر دورك حتى لو انت مش موجود داخل الصوره في فتره من الفترات. مبروك طبعا لرامي ربيعه، وان شاء الله مزيد من البطولات. رامي ربيعه واخد 7 دوري وعامل بطولات مهمه جدا، شارك في مع الجيل السابق من 2005 ل 2012، شارك في كاس العالم للانديه وشارك مع هذا الجيل وعلامه فارقه مع هذا الجيل، وقدر ان هو يحقق 5 دوري أبطال أفريقيا. فعايزين يا رامي بقى ان شاء الله كده مع باقي اللاعبين خلال الموسمين اللي انت موقع فيهم تطلع وانت معدي رقم الكابتن وائل جمعه. ده طبعا كان اعتقد هدف في مباراه السوبر، ولا هدف ده في الماتش المقاصه؟ ماتش المقاصه ده ده لما جاء سوارش، وكانت نقطه برضو مهمه فارس في مشوار رامي ربيعه ان هو لاعب مع مجموعه من الشباب. وخد بالك اللاعب اللي بيمر بخبرات كبيره عايز حد كمان عامل السن عايز حد كمان يساعده. ومش بس كده، والنفسيه كمان بعد ما كنت انا يعني من الجيل التاريخي من 2005 الجيل ده وبدات العب وبحصل وبروح كاس عالم الانديه، فلما يجي يريحوا اللعيبه الكبار وابدا العب مع شباب، لا انا معاهم، انا لاعب دوري، لاعب كره قدم. وده مهم جدا، ويمكن فرق جدا رامي ربيع اللي كان قريب جدا من انه ينتقل على سبيل الاعاره في وقت من الاوقات، الان بيجدد موسمين مع النادي الاهلي. وطبعا جماهير النادي الاهلي عندها اهم لقطات رامي ربيع هي ال3 تغييرات اللي حصلت في نهائي دوري ابطال افريقيا. يعني في ناس قالت لك كده ايه، عشق في تغييره رامي ربيع في النهائي. مهم جدا تغييره رامي ربيع في النهائي، حصلت في مباراه القاضيه، حصلت في مباراه الوداد، وحصلت في مباراة أخرى نهائي آخر. وبالتالي يعني مبروك لرامي ربيعة، والنادي الأهلي بيحافظ، وده تحدي كبير عايزين نتكلم فيه. لأن الحقيقة القصة مش فكرة إن أنت تتعاقد مع صفقات جديدة أو مع لاعبين جدد، القصة بوضوح شديد إن أنت حفاظك على نجومك ده تحدي طبعا مع اللي بيحصل دلوقتي في الدوريات العربية
والعروض المغريه جدا جدا للاعبين وفارق العمله وحاجات كتيره جدا جدا. الامانه تحدي كبير جدا جدا ضد مجلس اداره النادي الاهلي. كمان في نقطه مهمه، ان بعض اللاعبين انا حققت كل حاجه مع النادي الاهلي، فلما يجي له عرض كبير جدا هيفكر مره واثنين وثلاثه. فالتحدي ده يعني انا واثق ان شاء الله ان مجلس اداره النادي الاهلي هيعبره بنجاح وقادر على التعويض. وادي طبعا يعني رامي ربيعه بالخمسه دوري ابطال مع نادي الزمالك ونادي مازيمبي، والنادي الاهلي طبعا عارفين ان هو ب 11 تاريخ يا فارس بانديه اكيد طبعا.